أحد الأفراد كان ينقل، يقول والدي كان إماما للجماعة وكان يقيم الجماعة. في يوم من الأيام كنا وقوفا وبدأ الإمام بصلاة الجماعة. في هاي الأثناء إجا واحد قروي قرية ملابس القرى والأرياف، هيئة متواضعة، وإجا وتخطى الصفوف ووقف في الصف الأول. يقول فما ارتحنا لهذا العمل، واحد في هذه الهيئة في هذه الثياب في هذه الملابس يجي يوقف في الصف الأول، وأكو أهل الفضل مثلا وأهل العلم وأهل التقوى، ما قلنا له شيء. يقول أنه بدأ بالركعة الأولى وبالركعة الثانية، الإمام كان في حالة القنوت، نسأل الله القنوت، يسأله من في السماوات والأرض، سؤال من الله، تضرع إلى الله، مثل فقير يجي يمك الشكل يمد إيده ووجهه في مكان آخر يحكي وياك وفكرة في مكان ثاني. حتى فقير ما يسوي هذا العمل، وإحنا نمد يدنا أمام الله وفكرنا في كل مكان ولا نلتفت عادة إلى كلمة مما نقول. يقول الإمام كان في حالة القنوت، وإذا بهذا القروي ينفرد، يعني يترك صلاة الجماعة ويتم صلاته فرادى. يقول إحنا تأثرنا أكثر بعد ما أتم الإمام الصلاة، إجينا يمه، ليش فعلت هذا العمل؟ تأتي في الصف الأول وتتخطى الصفوف وبعدين تنفرد في أثناء الصلاة وتقعد. يقول هو ما يرد، لا يجيب. فيقول الإمام التفت إلى حدوث ضوضاء، فالتفت قال شنو القضية؟ قلنا القضية هالشكل، هذا إجا تخطى الصفوف وقف في الصف الأول، في أثناء الصلاة انفرد في القنوت. فيقول أبويا يعني الإمام توجه إلى هذا الرجل وقال له شنو القضية؟ فقال القروي أقول لك ذلك سرا أو جهرا؟ قال لا قول جهرا، ما في إشكال، خلي الجماعة يفتهموا. فقال القروي عندما اقتديت بك كنت أريد أن أنال ثواب الجماعة، فضل الجماعة، بعدين في وسط الحمد شفت أنت رحت بالسوق، لأن أولياء الله يرون الصورة الباطنية مو هذه الصورة الظاهرية، الصورة الباطنية. شفت أنت رحت للسوق، إلى سوق يباع فيه الدواب، ورحت تبعث عن دابة تشتريها وتركبها في ذاك الوقت، ورحت تتعامل مع هذا البايع ومع ذلك البايع إلى أن وقع اختيارك على دابة من هذه الدواب، بعدين أخذت الدابة وجبتها للبيت. هذا كله في وين؟ وهو دا يقول إياك نعبد، هذه إياك نعبد وإياك نستعين. يقول أخذت تفكر أين أضع هذه الدابة، في أي غرفة، في أي مكان من البيت، وكيف أطعمها، ومن أين آتي بالعلف أو الشعير مثلا. يقول بعد ما تحملت أكثر من هذا فانفرت. أنت كنت في حالة القنوت وتفكر في علف الدابة وفي مكان الدابة، بعد ما تحملت فانفرت. يقول عندما أبوي سمع هذا الكلام جدا تأثر، مو تأثر لأنه فضح أمام الناس، ولو هذه الحالة موجودة فينا اللي نخاف من الناس أكثر مما نخاف الله. وفي الآية الكريمة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، نخاف من الناس مع أنهم ما عندهم شيء، الناس شنو قيمتهم، شنو يملكهم، ولكن من الله واحد ما يخاف. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وآي يقول أبو يتأثر وأخذت دموعه تجري على خديه. يقول في هذه الأثناء غاب هذا الرجل القروي، بعث خلفه قال جيبوه، فذهبنا وبحثنا عنه فلم نجده، راح اختفى. الحقيقة هذه الحالات هذه الأعراض كلها من فروع حب الدنيا، وإذا واحد حقيقة ما يعالج حب الدنيا في قلبه بالنتيجة هذا الحب يسوقه والعياذ بالله إلى النار.
اللي ما أخرج حب الدنيا من قلبه، اللي ما أخرج حب المال من قلبه، هذا الحب بالنتيجة يسوقه إلى النار. هاي كلها أعراض: عدم التفكر، عدم الالتفات، عدم التوجه، الغفلة، كلها أعراض لذلك الجذر الباطني، حب الدنيا، الانغمار في هذه الدنيا، عشق هذه الدنيا. لذلك نقرأ في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وما ألطفه من دعاء، وما أجمله من دعاء. الدنيا لا تكون أكبر الهم، لتكن الآخرة أكبر الهم، لأنه بعد أيام ينتهي كل شيء، بعد أيام ينتهي كل شيء. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين.